النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. إذا كانت المواجهة الميدانية قد تمت على جولتين في القنيطرة السورية وشبع اللبنانية، فإن هذه المواجهة حصلت اليوم كلاميا. ففي موازاة تركيز الإعلام الإسرائيلي على القول إن الحرب آتية، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إننا مستعدون للحرب وسننتصر، وإن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. وفيما قدم لبنان شكوى ضد إسرائيل، برز اجتماع مهم للقيادات الأمنية برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق هذا المساء. وفي السياسة، متابعة دقيقة للتغييرات الأمنية والسياسية والإدارية في المملكة العربية السعودية والهجوم على أمريكيين اثنين فيها. وفي بيروت، تحرك دبلوماسي مكثف أثناء محادثات رئيس لجنة الأمن في مجلس الشورى الإيراني، الذي قال أن الانتخاب الرئاسي شأن لبناني وسنعمل على حل ممكن. وقد قال السيد نصر الله أن الانتخاب الرئاسي والمقاومة لا علاقة لها بالملف النووي. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له خلال تكريم شهداء القنيطرة على أنه لا وجود بعد الآن لقواعد الاشتباك، ولم نعد نعترف بتفكيك الساحات، وقال إن سر قوة المقاومة هو الحضور الدائم للقادة إلى جانب المجاهدين في الميدان، ولفت إلى أن هذه السلة من الشهداء تعبر من خلال امتزاج الدم الإيراني واللبناني على الأرض السورية عن وحدة القضية ووحدة المصير ووحدة المعركة، التي عندما جزأتها الحكومات دخلنا زمن الهزائم، والتي عندما وحدها الدم دخلنا زمن الانتصارات. الأمين العام لحزب الله شدد على أن إسرائيل تستغل الحرب السورية وتدعم الجماعات التكفيرية بهدف تدمير دولتها وجيشها، وقال إن لبنان في دائرة الخطر الدائم، والإسرائيلي مستفيد من غياب الدول العربية وخصوصا ما يسمى الجامعة العربية، وهذا للأسف غير موجود بالنسبة للشعوب العربية. أن الجماعات التكفيرية المسلحة وخصوصا تلك المتواجدة على حدود الاحتلال في الجولان هي حليف طبيعي للعدو الإسرائيلي، وهي جيش لحد سوري جديد وإن رفع راية الإسلامية. السيد نصر الله كشف أن الشهداء الذين سقطوا في القنيطرة كانوا في زيارة تفقدية، والإسرائيلي قام بدرس العملية بشكل دقيق ونفذها عن سابق تصور وتصميم، وشبه العملية بعملية اغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي. نحن كان لدينا من الساعات الأولى وضوح شديد، يجب أن نرد، ما كان في أي تردد في هذا، ما في أي يعني 0.1% مكان للنقاش. يجب أن يعاقب العدو الإسرائيلي على جريمته التي ارتكبها بالقنيطرة. يجب وضع حد لهذا التمادي الصهيوني في الإجرام والعدوان والاستعلاء والقتل. أن الأمر يستحق التضحية، اسمعوني منيح، أن الأمر يستحق التضحية ولو ذهبت الأمور إلى النهايات. حددنا منطقة العمليات وطبيعتها وزمانها وشو هي العملية وشو هي الخيارات المتاحة أمام الإخوة. درسنا الأمور بتكتم شديد، بنينا على أسوأ الاحتمالات. نحن رحنا على عملية وبانيين على أسوأ الاحتمالات ومحضرين حالنا لأسوأ الاحتمالات. يشهد الجانب اللبناني للخط الأزرق دوريات نشطة لليونيفيل والجيش اللبناني في محاور الوزان الغجر والعباسي ومرتفعات جبل سداني عند تخوم مزارع شبعة في ظل غياب تام للدوريات الإسرائيلية المعتادة، كما يسجل طلعات استكشافية للطيران المروحي الإسرائيلي فوق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان. ويحلق الطيران المعادي فوق القرى الجنوبية على علو منخفض، وقد نفذ غارات وهمية على علو متوسط فوق بنت جبيل ومرجعيون وصولا إلى النبطية، إضافة إلى تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية ظهرا في أجواء حصبية والبقاع الغربي وصولا إلى منطقة رشية.
وفي السعودية قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية إن سيارة يستقلها أمريكيان تعرضت لإطلاق نار في محافظة الإحساء مما أدى إلى إصابة أحد الراكبين، وما زال مصدر إطلاق النار مجهولا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وباشرت الجهات المختصة بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. تفجيرات في العاصمة بغداد وضحايا بالعشرات في هجمات أحبطت القوى الأمنية 3 عمليات انتحارية بينها. يوم دموي بامتياز يعيشه العراقيون منذ ساعات الفجر الأولى، حيث قتل 44 شخصا وجرح أكثر من 70 آخرين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف سوقا في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد. الوحشية لم تقف عند حدود العاصمة، إذ قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون من الحشد الشعبي في هجمات انتحارية استهدفت تجمعات لهم وسط سمراء التي تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي داعش. وقد تمكنت القوات الأمنية وفق ما أفادت وزارة الداخلية العراقية من قتل 3 انتحاريين وسط القضاء. وعلى محور كركوك قتل آمر لواء قوات البشمركة مع عدد آخر من المقاتلين الأكراد خلال محاولة صدهم هجوما عنيفا لداعش على مناطق عدة في المحافظة. ونتيجة الهجوم تمكن داعش من السيطرة على تل الورد ومل عبد الله ومكتب خالد، ويحاول التنظيم السيطرة على مريم بيك جنوب المدينة أيضا. وتعمل قوات البشمركة بمساندة طيران التحالف الذي يشن غارات مكثفة من استعادة المناطق التي خسرتها. هذا وتشهد المعارك تقدما كبيرا لقوات البشمركة الكردية ضد المتطرفين في مناطق عديدة قرب الموصل، تمكنت خلالها من قطع طرق الإمداد عن التنظيم الآتية من سوريا إلى تل العفر. وفي موازاة احتدام المعارك أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق بما أشيع عن حدوث مذبحة بحق مدنيين على يد مسلحي الحشد الشعبي. أطلقت فتاة النار على تجمع للشرطة التركية في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، وتشير التقارير إلى عدم وجود خسائر بشرية. تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على رجل مسلح اقتحم استديوهات التلفزيون الهولندي العام، وطلب المسلح الذي اقتحم المبنى شاهرا مسدسه الحصول على وقت من البث المباشر، ما تسبب بتعطيل برنامج أخبار المساء الرئيسي. وقد تم إجلاء الموظفين وقت الحادث من مبنى التلفزيون، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم ومطالب المسلح. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية علاء الدين بروجردي جال على المسؤولين اللبنانيين مشددا على التوصل لحل سريع لموضوع انتخاب رئيس الجمهورية. حمل رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي رسالة إيرانية بدعم كل ما يرسخ الأمن والهدوء والاستقرار، فأكد بعد اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بناء علاقات متوازنة ومتعادلة مع كل التيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية. قررنا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن نعمل بكل قوة في مجال إزالة كافة العراقيل والعوائق التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتحفيز هذا الأمر لأقصى حد ممكن في المرحلة المقبلة إن شاء الله. ومن السراي الحكومي شدد بروجردي بعد اللقاء مع رئيس الحكومة تمام سلام على أن لبنان يلعب دورا هاما على صعيد التطورات السياسية على مستوى العالم برمته، لافتا إلى رغبة إيران بتطوير علاقاتها مع السعودية. تحدثنا مع دولته حول آخر التطورات والمستجدات في المملكة العربية السعودية، وأيضا فإن السياسة الثابتة والمبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على نسج أفضل العلاقات الأخوية مع دول المنطقة بشكل عام ومع دول الجوار بشكل خاص بما فيها المملكة العربية السعودية. وكان بروجردي قد استهل زيارته لبنان من وزارة الخارجية بلقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
الجليل مؤكدا متانة العلاقة مع حزب الله، داعيا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. أنتم متهمون بالوقوف خلف حزب الله بالنسبة للعملية التي قام بها مؤخرا، هل هذا الأمر صحيح؟ من شايف أنا من حزب الله أنا قبول دارك كده. أنا أعتقد أن القاسي والداني يعرف أن حزب الله هو جزء أساسي من مكونات المجتمع السياسي في لبنان، ولديهم الوضع في البرلمان اللبناني، ولديهم وزراء في الحكومة اللبنانية الموقرة، وبطبيعة الحال نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى غرار العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربطنا بكل مكونات هذا المجتمع اللبناني العزيز، لدينا هذه العلاقات المقربة والمعززة مع حزب الله. بروجيردي وبعد أن شارك في ذكرى شهداء القنيطرة التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وكان عرض للتطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباسي يرافقه توفيق سلطان، وجرى بحث في شؤون مدينة طرابلس والتطورات المحلية. وفي عين التين الرئيس بري التقى رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين، وتم عرض لشؤون الجامعة، والتقى قائد القوات الطوارئ في اليونيفيل الجنرال لوتشيانو بورتولانو. وفي السرايا الحكومية لقاءات لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمفوض العام للأونروا ونقيب الأطباء الدكتور أنطوان بستاني. الرئيس السنيورة قال ندين الاعتداء الإسرائيلي ولا نقبل بتوريطنا خارج الإجماع اللبناني. شدد رئيس كتلة المستقبل رئيس فؤاد السنيورة أن موقف تيار المستقبل واضح وصريح، وهو ضد أي عمل عسكري ضد أي أرض عربية، ولكن الإدانة شيء وأن نورط لبنان في هذا الأمر شيء آخر، وبالتالي لا يجوز أن يكون فريق من اللبنانيين باتخاذ القرارات التي تؤدي إلى توريط لبنان بأسره بمعزل عن مؤسساته الدستورية والحكومية. نحن نقول بأن هناك أمور تحصل من خارج الإجماع اللبناني ومن خارج ما يتفق عليه اللبنانيون، وبالتالي يؤدي إلى توريط لبنان في أمور ليس له فيها وليس من مصلحته أيضا، وهذا بدأ أيضا من خلال تدخل حزب الله في الصراع الدائر في سوريا، وبالتالي جعل من أماكن عدة في سوريا أهداف عسكرية، يعني عندما كان يقول الحزب أنه ذاهب هناك من أجل حماية بعض المقامات وبعض الأماكن، فهو حولها إلى أهداف عسكرية بدلا أن يؤدي إلى حمايتها، وبالتالي تبين بعد ذلك أن كل هذه المبررات التي كان يقول بها لا ليس لها إطلاقا يعني أي وجود، والعكس هو أنه ذاهب من أجل حماية النظام الظالم لشعبه. السنيورة الذي كان يتحدث أثناء استقباله وفودا في صيدا شدد على ضرورة ألا يتعود أحد على الفراغ، مؤكدا على ضرورة الحوار لتنفيس الاحتقان. من ناحية ثانية، تفقد الرئيس السنيورة يرافقه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي المبنى القديم لمدرسة عائشة أم المؤمنين التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، وذلك بعد ترميمه وإعلان النائب بهية الحريري عن إطلاق الأكاديمية التدريبية بالشراكة مع المؤسسة الحريري المستدامة والجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. وسبق الجولة زيارة السنيورة إلى مكتبة بلدية صيدا العامة وجال في القسم المخصص للأطفال. الرئيس نجيب ميقاتي أوضح أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، مؤكدا ثقته بحكمة وقيادة المقاومة في تجنيب لبنان المخاطر. الرئيس ميقاتي شدد على أن لا مصلحة لأحد في ضرب الاستقرار النسبي أو الانقلاب على القرار 1701. في قصر بسترس اتصالات دبلوماسية لإنجاح الشكوى اللبنانية لمجلس الأمن الدولي التي أوعز بها وزير الخارجية لمندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير باسيل، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. في قصر بسترس سلسلة لقاءات دبلوماسية في إطار التحرك باتجاه الدول الكبرى للبحث في تداعيات التوتر الحاصل على طول الخط الأزرق والقصف المدفعي الإسرائيلي ردا على عملية حزب الله في شبعة. وكان وزير الخارجية قد اتصل بمندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام طالبا تقديم شكوى تدين القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ومقتل الجندي الإسباني من قوات اليونيفيل فرانشيسكو خافيير سوريا توليدو جراء هذا القصف،
وأكد الوزير باسيل في الشكوى أن القصف الإسرائيلي يعتبر خرقا واضحا للقرار 1701، خصوصا وأن هناك قصفا مدفعيا طال قرى جنوبية عدة. الوزير باسيل التقى السفير الأمريكي ديفيد هيل، وتم البحث في خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 واستشهاد الجندي. وشدد باسيل على أن الأمر يؤكد انتهاك إسرائيل الخطير لقرارات الشرعية الدولية، في حين أن لبنان لا يزال متمسكا بكل مندرجاته. الوزير باسيل التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت قضية العسكريين المخطوفين قد وصلت إلى خواتيمها: لا بكير بعد. وفي وزارة الخارجية، السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي أكد بعد لقائه باسيل أن الرد على إسرائيل قائم، مؤكدا أن داعش والنصرة امتداد لها، ومشيرا إلى أن إسرائيل هي التي تستشعر خطر ما ارتكبته في حق سوريا ولبنان والمنطقة. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع دعا لتسليم أو إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة المطلوبين بقضية إيف نوفل، مشددا بعد لقائه وفد من عائلة الفقيد على استقلالية القضاء، مؤكدا أن هذه الجريمة الموصوفة ليس لها أي سبب وتنم عن روح إجرامية، داعيا لمحاسبة المرتكبين. أخبار وزارية ومحلية متفرقة في هذا الشريط. وزير الداخلية نهاد المشنوق عرض مع المفوض العام للأنروا أوضاع النازحين في لبنان ودور المنظمات الدولية في تلبية احتياجاتهم. الوزير المشنوق التقى وفدا من المنظمة الإنسانية Human Rights. عرض رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون الأوضاع العامة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيكريد كاغ. الأوضاع العامة وتطورات عرضها وزير الخارجية جبران باسيل مع السفير الأسترالي، كما استقبل السفير الفرنسي باتريس باولي، كما استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخورست. المشاريع المنجزة من قبل الشركات السويدية في لبنان، ولا سيما شركة إريكسون التي تشارك لبنان في العديد من المشاريع المرتبطة بتطوير شبكة الاتصالات، عرضها وزير الاتصالات بطرس حرب مع نظيره السويدي في ستوكهولم، وكان اللقاء مناسبة للتوقف عند نية السويد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. تعرضت إحدى منشآت كهرباء زحل لإطلاق نار، ما تسبب بأضرار وأعطال كبيرة، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب والفاعلين. مسلسل الكشف عن الفساد الغذائي مستمر، فتم الكشف عن معمل لتصنيع المواد الغذائية في منطقة الروضة البقاعية، حيث تم تلف مواد غذائية غير مطابقة ومنتهية الصلاحية كالسكر والكاتشاب وعصير الليمون، إضافة إلى معلبات متفرقة من الفول والحمص. حال الطقس حديث الناس، والثلوج قطع طرقا جبلية ودرجات الحرارة تدنت بشكل ملحوظ. هو الزائر الأبيض الذي لم يبخل ببياضه على قمم لبنان وجباله، فتوجه بأكاليل الشتاء الذي يشتهي اللبنانيون موسمه. تساقط الثلج هذه المرة كان أخف وقعا على اللبنانيين، ولم يصل مستوى الأضرار إلى حجم الكارثة ليبقى الخير خيرا. تساقطت الثلوج بكثافة فغطت المرتفعات في قرى وبلدات جرد علي والمتن الأعلى ومنطقة ظهر البيدر والمديرج وصوفر، وكذلك غطت الثلوج مدينة بعلبك والمناطق المجاورة وكست الطرق الجبلية، حيث عملت قوى الأمن الداخلي على فتحها. ومن المتوقع أن تصل الثلوج اليوم إلى ارتفاع 1200 متر، على أن يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا من بعد ظهر الجمعة وفق مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت. ما هو حال الطرق؟ طريق ظهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وكذلك طريق صنين زحلي وكفر دبيان حدث بعلبك. هل من حلول للأزمة الاقتصادية المعيشية جراء النزوح السوري؟ التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت. تداعيات الأحداث السورية ترخي بظلالها على الاقتصاد اللبناني. استاذ رفيق زنتوت، اليوم حضرتك رئيس الندوة الاقتصادية، ما الحلول يلي انت بتقترحها على الدولة والحكومة؟ ما في شك انه الأول خطوة اتخذتها الحكومة مؤخرا بتساعد على الحد من اللجوء السوري، انما الأعداد اللي موجودة موجودة. الحلول اللي مفروض تنعمل مثل ما عاملين، مفروض نتعلم من دول تانية. بالأردن مثلا عاملين برنامج منظمين قصة الإخوان السوريين بالنسبة للعمالة، بالنسبة لتأسيس مصالح بالأردن،
وحاطين كريتيريا، حاطين شروط معينه، والناس عم تلزم فيها وعم يلحقوها. نحن للاسف بلبنان العمليه بيقولوا فلتانه، بتلاقي في صناعات عملت وصنع بمعدات لا يعني ما بتعادل الصناعات المستوى العالمي اللي عنده اياه اللبناني، وعم بيضاربوا على الصناعات اللبنانيه بصناعه اقل جوده. نفس الوقت الايدي العامله هذا الموضوع خطر جدا، انه الايدي العامله السوريه بالوضع اللي هن فيه عم يضطروا ياخذوا اجور اقل بكثير من اللي بقضاها اللبناني، واللبناني ما في عيش بالاجر اللي عم ياخذوا السوري، لانه السوري كمان عم يجي دعم من اليوان. يعني توزيعا على كلامك استاذ رفيق، هناك 100 مؤسسه سوريه غير شرعيه موجوده في بيروت وضواحيها، وهي تنافس اليد العامله اللبنانيه. بتقديرنا العدد اكثر بكثير من 100 مؤسسه إذا بتاخذي بيروت وضواحيها، بقية لبنان في أعداد كتير كبيرة. هلا مؤخرا دولة عم بتحاول إنها مثل ما بيقولوا توضع حد لهالشيء، إنما الموضوع بده مثل ما نقول يعني ينعمل برنامج كامل ويكون في تنفيذ وملاحقة، لأن إحنا المشكلة نطلع بقوانين بس ما في مين يراقب وينفذ. شركة عادية بدون رئيس مجلس إدارة صعب جدا تلاقي قبول عند أي شخص يجي يستثمر فيها، فكيف بالأحرى إذا عم نحكي على رئيس جمهورية ورئيس دولة؟ اللبناني نفسه بالوضع الحالي ما عم يتجرأ على استثمارات أوسع لأنه في عندك عدم وجود رئيس، فبعتقد في صعوبة إنك تطلبي من الغريب يجي يستثمر بوضع اللي احنا عايشينه. ما في شك بقى انتخاب رئيس جمهورية ومطلب، وهذا الأجدل يعني بقول المفتاح الديمقراطي بالمنطقة. المزيد من الأخبار بعد الفاصل. واشنطن أدانت الهجوم في العريش الذي تبناه الإسلاميون المتشددون وأوقع عشرات القتلى في صفوف الشرطة. دخلت مصر دائرة الدول الملتهبة أمنيا بعد تفجير العريش الذي تبناه تنظيم أنصار المقدس التابع لتنظيم داعش، والذي أتبعه بهجوم ظهر الجمعة، فقد انفجرت عبوة ناسفة استهدفت برج الكهرباء في مركز العياط في الجيزة، وفي القليوبية أشعل مسلحون ملثمون النار بحافلتين للنقل العام. من جهة ثانية، قطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركته في القمة الأفريقية في أثيوبيا وعاد إلى القاهرة لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية. شرارة الأحداث اندلعت ليلة الخميس الجمعة في شمال سيناء التي شهدت سلسلة هجمات شنها مسلحو أنصار بيت المقدس، وأسفرت عن سقوط 26 شخصا معظمهم من العسكريين وإصابة عدد كبير من الجرحى من عناصر الشرطة والجيش. وفي السياق نفسه، عقد المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع المصري صدقي صبحي اجتماعا لعرض الأوضاع الأمنية، وكانت جماعة أنصار بيت المقدس قد تبنت في وقت سابق هذه العملية عبر حسابها الرسمي على تويتر. الهجوم الإرهابي تمثل بقصف قذائف الهاون على مقر قيادة شرطة العريش وقيادة عسكرية مجاورة له، ثم تلاه انفجار سيارة مفخخة، وبعدها سقطت قذائف في مجمع مساكن الضباط المجاور. على صعيد آخر، تمكنت السلطات الأمنية من تفكيك 3 عبوات كانت موضوعة بجوار محطة للغاز في شارع الملك فيصل في القاهرة، كما أغلقت الشرطة المصرية شارع الخليفة المأمون أمام وزارة الدفاع تحسبا لتظاهرات محتملة بعد صلاة الظهر. شريط من الأخبار الدولية في هذا التقرير. بعد دخول مسلحي طالبان إلى مدرسة في بيشاور وقتل أكثر من 130 شخصا، قررت السلطات الأفغانية إطلاق دورة تعلم الأساتذة كيفية استخدام السلاح. وصل جثمان جنود فرنسيين قضوا في تحطم طائرتهم في قاعدة جوية في إسبانيا إلى فرنسا، وكان في استقبالهم وزير الدفاع الفرنسي. اتهمت السلطات الألمانية الثوار في الباراغواي بقتل شخصين من التابعية الألمانية كانا يقيمان في الباراغواي، وبحسب السلطات فإنه تم استخدام الأسلحة الثقيلة في الاعتداء. قتل شخصان وجرح أكثر من 50 آخرين بعد انفجار شاحنة غاز قرب دار حضانة للأطفال في المكسيك، وباشرت الفرق البحث عن المزيد من الضحايا مستعينة بالكلاب. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، وملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.